قطعة أرض 4 حدادين اللي ربع عليها بيت شقتين زي ما أنت شايف حضرتك كده، كهربا وماء بحار وماء شرب، ماء بحار وكده بينك وبين الأسفلت 150 متر، جميع المرافق المدرسة والكلية والمعهد الديني، دول شقتين حضرتك ودي حظيرة مواشي. شقتين حضرتك اهو، ده حضرتك حظيرة مواشي 9 بتاع 10 روس حضرتك. بينك وبين الاسفلت ما تكملش 150 متر حضرتك. ده حضرتك المكنة اللي بتراوي الارض اهي، اهي وده مخزن حضرتك للطيور. 4 فدادين اللي ربع عليهم البيت حضرتك دي اهو، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. مدينة أبو المطامير دي حضرتك المزقة ماشي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. المنطقة كلها مباني حضرتك زي ما انت شايف كده، عزبة هي في وشك والعزبة التانية حضرتك في وشك، فرح الأرض حد الأرض، دول في 4 فدادين لربع زي ما انت شايف مربعين، حتة أرض محترمة حضرتك زي ما انت شايف كده أهي، فدادين 4 فدادين لربع وعليهم المنزل ده حضرتك أهو، مية بحر 24 ساعة في مدينة أبو المطامير. الأرض بينها وبين الأسفلت ما تكملش 150 متر، بينك وبين القرية اللي بندرسة والوحدة المحلية والصيدليات كل مرافق الحياة والفرن ما تكملش 150 متر. دي الطريق حضرتك بتدخل الأرض، ودي الترعة حضرتك، ترعة راس الأرض مكانتك في أرض قلب أرضك أهي حضرتك، الخرطوم أهو نازل في المية، دي الترعة اللي بتروي الأرض حضرتك، حتة أرض بسم الله ما شاء الله عليها حضرتك السكن دي. عبد المعطي مشعل بيصب على كل المصريين.